رح نروح لفقرتنا الختامية، ودائما بنسمع كلمة ومقولة شهيرة جدا، الجسم السليم دائما مهم جدا لنا لحياتنا، والغذاء أيضا السليم هو بيكمل صحتنا الجسدية. كتير أوقات الناس بشكل عام بتمارس الرياضة أكثر بالصيف من الشتاء، بتروح على النادي، بتعمل نظام غذائي، ولكن شو هو الشيء الأفضل؟ أنا لا صيف ولا شتاء. لا بتروحي لا على النادي لا صيف، صرنا اثنين. بس أنا يعني بحب الفكرة، بخطط للفكرة ولكن ما بنفذ. هي قلت مروة، هي الوقت هو ضغط الشغل يعني، ولكن اليوم عم نحكي عن شغلة جدا سلمى مهمة بنشعر فيها من فيما بعد، وقت اللي بتمشي مسافة طويلة بتقولي أنا تعبت، بتعرفي إنه أنت اليوم مقصرة بحق جسمك، وقت أي مجهود بيتعبك بتعرفي إنه أنت اليوم على فنجان القهوة بس من الصبح. ما في لياقة بدنية، دائما بنسمع هالمصطلح. ما في صحيح. رح نتعرف أكثر اليوم كيف فينا طبعا نعمل نظام غذائي مع أيضا نظام رياضي مناسب لأجسامنا، كيف فينا نبني الكتلة العضلية والبدنية بشكل صحيح، وغيره من الاستفسارات اللي بتخطر عبال متابعينا. كل هاي التفاصيل مع ضيفتنا الكوتش مرح ضاحي أحمد، وهي مدربة بناء أجسام ولياقة بدنية. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير كوتش. قدي لهم تنزعجي وقت بتشوفي حدا أنه اليوم ما نو لا صيف ولا شتي عم بيروح للرياضة؟ صراحة كتير بنزعج يعني كتير، لأنه بحس أنه الموضوع لازم يكون شيء من ضمن حياتك اليومية، ما روتين يعني مثل أي شيء عم نعمله بحياتنا. ما بعتبره كماليات، بعتبره شيء أساسي، هي ساعة من ضمن نهارك لازم تخصصيها إليك أنت، لجسمك أنت. شجعينا أكثر. خلص أشجعكم. طيب بداية خلينا نروح لنحكي شو يعني نظام غذائي. هلأ النظام الغذائي نحن إذا بدنا ما نسميه نظام غذائي كرمال ما نعمل هذا التعقيد، رح سميه أسلوب حياة أكثر. لازم بهي الأيام الصبية أو الشب أو أيا يكن يعرفوا شلون ياكلوا، يعرفوا شلون يتصرفوا ضمن نهارهم، يعني ما يكون في عندي هالعجقة الأكل، ما يكون في عندي طريقة خاطئة بالأكل. فأنا لما بقول نظام غذائي بيكون إني ما أحرم حالي من ولا أي شيء، بس اعتدل واتوازن ضمن وجباتي بالنهار، هذا هو كل شيء. طيب كثير بنسمع هلا عن الاشخاص انه بياكلوا اكل زياده لما بيصيروا بالنادي، يعني نظام غذائهم بيختلف، بيقول لك انا عم ببني كتلتي العضليه، عم حسن من كتلتي العضليه، لازم اكل اكثر، لازم اكل بروتينات وما الى ذلك، وبنسمع عن هي التفاصيل فبنستغرب يعني انه كيف عم يعمل رياضه وعم ياكل كل هالاكل سواء بنت او شاب. يعني هو فعلياً كل ما زدت النشاط البدني كل ما زادت كمية حاجتك للغذاء. فنحن وقت اللي الصبية بتكون عم تتمرن كتمارين بناء أجسام ويزيد أكلها، فهو عم يزيد أكلها بس بطريقة كتير صحية، يعني بتزيد كمية حاجتها للطاقة، لأنه في حرق كمان. بالضبط، لأن في حرق أكتر من الصبية اللي قاعدة وما عم تعمل شيء، فبيصير عنده حرق أكتر، بيصير بده طاقة أكتر، بيصير بده بروتين للعضلة لأنه صار في عنا هدم عضلي أكتر، فبتصير بحاجة غذاء أكتر. بس بنفس الوقت هذا الأكل رح يكون كتير متناسب مع طبيعة حياتها وكتير صحي بطريقة ما تتراكم فيها دهون بطريقة مزعجة تكون صبية وهي قاعدة عم يطلع لها دفويات وهدول القصص. شو قصة هدول الدفويات؟ هاتي لنشوف اليوم. هدول الدفويات هدول عبارة عن زيادة بالأكل مع جلوس لمدة طويلة أو قلة حركة بطريقة معينة، فالمنطقة اللي بتبطل يتدفق فيها الدم بتصير يتراكم فيها دهون. البطن، المعدة. البطن، المعدة، دائما خواصر. بنشوف بطن، معدة، خواصر، أفخاذ، على مكان قعدتك شفتي كيف قاعدة ومحل ما بيهدي الدم وما بقى بيصير في عندي تدفق دموي بطريقة كويسة، بيصير في عندي تراكم دهون بهي المنطقة. طيب كثير في اوقات سيدات عم يلجأوا لعمليات التجميل، عمليات الشفط وما الى ذلك، ومع هيك عم يرجعوا يسمنوا ولكن باماكن ثانيه، خطوره هذا الشيء اذا ما تناسب، يعني انا اذا عملت عمليه مو خلص معناته ما عاد في داعي اعمل اي شيء بحياتي، يعني باكل مثل ما بدي. هلا اغلب المراكز عم يقولوا لهم فيكي تعملي كذا وكذا وكذا ويعطون الاحتمالات كرمال الكسب المادي بالقدر المستطاع. صحيح. وبالنهايه بتقلها لازمك نظام غذائي ولازمك تدريب رياضي، ما انت كان عندك هذا الاحتمال من الاول، بس انت كرمال انك تستعجلي بالموضوع تختصري وقت، تختصري وقت رحتي وعملتيهم. طيب رحتي عملتيهم اجيتي، فلنفرض على عملية قص المعدة، فأنت أساساً خسرتي جزء من المعدة، خسرتي جزء من الأماكن اللي بتمتص الغذاء بالمعدة، فأنت أساساً أذيتي حالك. الموضوع جداً خطير وكتير بنبه فيه على البنات يلي بيجوا لعندي على النادي بيقولوا لي مثلاً فينا ناخذ إبرة كذا، فينا نعمل كذا، فأنا بقول لها
المصاري اللي بدك تحطيها على هذا الموضوع روحي جيبي فيها غذاء صحي، كملي وجباتك، التزمي بنظام غذائي متوازن، تمرني باستمرار بالنادي كرمال انت توصلي للنتيجه اللي بدك اياها بس بطريق اطول. اليوم يعني كرمال هاي الفكره انه في بنات كثير بيروحوا كرمال لهدول الدفويات والاماكن اللي ممكن تجمع فيها الدهون، بيروحوا لموضوع النظام الغذائي والرياضه، ولكن بيروحوا بيتبعوا الحرمان، ودائما يعني من حضرتك ومن اكثر من كوتش بنسمع انه هذا الشيء غلط، يعني انك انت تحرمي حالك من كل العناصر الغذائيه او انه انت كل نهارك تاخذي سناك او شيء، هذا الشيء غلط. اليوم شو هو الصح بموضوع حرق الدهون؟ هذا الكلام صحيح جدا. حاليا فصل الصيف بلاقي الصبيه بلشت على يوتيوب كيف اخسر 10 كيلو في خلال اسبوع، ثلاث ايام بيكون عندها نزله على البحر او بيكون عندها مناسبه او عرس، فهذا الشيء كثير كثير كمان سيء. يعني بتلاقي الصبيه بعد اول اسبوع بلش يهر شعرها، بلش يحب الوجه، ما عاد لها حيل تتحرك، فهذا الشيء كثير غلط كثير، لانه ممكن يصير كمان عندنا فقر دم، عوز حديد، فنحن لازم نتبع نظام غذائي بطريقه كويسه. الخطوه الاولى انك تحسبي كميه سعراتك الحراريه، تفتحي على جوجل بتحسبي بتكتبي حساب السعرات الحراريه بيطلع لك محرك بحث، بتحددي فيه الجنس، طول، الوزن، كميه النشاط البدني اللي بتقومي فيه بيعطيك السعرات الحراريه. في حال بدنا نعمل نزول بالوزن بنقص من السعرات 500 ل 700 سعره، هذا الشيء بيكون كثير كويس. بس الشيء كثير مهم ننوه عليه، اذا في عندنا اي مشاكل صحيه، اذا عندنا بنعاني من شيء، في عندنا مراجعه دوريه للدكتور لازم نستشيره في حال بدانا باي نظام غذائي وباي رياضه ثانيه. طيب كوتش، في ناس بتكون مثلا مثل هلا انا ورشا ما بنروح نادي بس فجأة قررنا انه بدنا نروح على النادي، هدول الاشخاص اكيد بيختلفوا عن الناس اللي مثلا مارسوا رياضة كل حياتهم، جسمهم بيكون عندهم لياقة اعلى وما الى ذلك. خلينا نحكي شوي اليوم كيف ببلشوا، يعني للاسف في كوتشات بفوتوا بحطوا لهم نظام يمكن ما يتناسب معهم. بالضبط. هلا مبدئيا كصبيه فايته على التمرين انا بس لازم اعودها على فكره انها تيجي للنادي، لازم خليها تحب انها تيجي للنادي اكثر من اني الا شو بدها تتمرن، بدي احببها بفكره انه انا في الصباح اخذ قهوه واطلع اروح على النادي. بلشت التمرين بطريقه كثير رايقه، تمرين لا يتجاوز الساعه، بلعبها شويه على الاجهزه ان كان قسم علوي او قسم سفلي، تمارين بوزن الجسم بطريقه رايقه، هون لفكرة التعضيل يلي رح يصير معاها لحتى هي تقدر تحب انها تجي. الا اوكي 3 ايام مبدئيا، 4 ايام مبدئيا، لحد ما حسها صارت اروع وصير اتعامل معها على برنامج تدريبي يتناسب مع شكل جسمها ومع اسلوبها. حتى تنقيص الاكل، تخفيف الاكل، النظام الغذائي اللي بدنا نمشي عليه بنمشي عليه تدريجيا، لانه كمان رح تكون متعوده على نظام غذائي ثاني، رح تكون متعوده على كميات سكر بشكل كثير كبير. انا لما اقطع السكر فجاه كمان رح يصير عندها هبوط سكر عندي بالنادي ورح تفرط على الاخر، فنحن هذا الشيء ما بدنا اياه، بدي اعودها شوي شوي على الرياضه بشكل تدريجي. اليوم بحاجه للصلاه تمهيد يا سلمى كرمال المرونه، يعني يكون جسم شو عنده شويه مرونه. طيب اليوم حكينا بالنظام الغذائي الصحي اللي ممكن يعني يكون مصاحب للرياضه كرمال دايت او كرمال زياده الوزن، وشو هو الصح والغلط، ولكن اليوم نحن عم نحكي عن نشاط بدني هو مفيد ايضا للجسم لامراض كثير بالجسم، واهم اليوم مثلا المفاصل. يعني اليوم في رياضات كثير بتناسب السباحه مثلا، بعض التمارين حضرتك اكيد بتعرفيها ممكن يكون الشخص عنده وجع بظهره او المفاصل، قد ايه ممكن تنتبهي لهي النقطه؟ شو هو اهم تمرين له؟ هلا قصص العضلات الظهر والمفاصل وقصص اللي بتصير حوالين العمود الفقري بشكل عام، هي انا كثير بشجع فيها على رياضه السباحه للصبيه، وخاصه اذا كانت على عمر صغير انه روحي طالما نحن بفصل الصيف وهي الرياضه حاليا متاحه، روحي مارسي السباحه 3 مرات بالاسبوع، بتقوي لعضلات الظهر ومريحه جدا للمفاصل، وكمان بتعطي بروده للجسم ضمن هاي درجات الحراره المرتفعه، فهذا الشيء كثير بفيده. بالنسبه للي بنقدر نعمله بالصاله الرياضيه اذا كان عندنا مشاكل بالظهر او بالمفاصل فنحن ما بنضغط عليهم بشكل كبير، بس بنمرن العضلات اللي حامله هي المفصل. يعني انا مثلا عندي مشكله بالركبه بمرن
العضلة رباعية الرؤوس، بمرن العضلة الفخذ الداخلي، إذا عندي مشكلة بالعمود الفقري بمرن العضلات الحاملة العمود الفقري كرمال تعطيني قوة تصير هي شايلة العمود الفقري. طيب الكوتش اليوم كمان عم نشوف اتجاه هو مانو جديد، ولكن عنا شوي صار شوي ينتبهوا عليه أكثر، اللي هو العلاج الفيزيائي أو التمارين الرياضية اللي ممكن تنعمل لمختلف الأعمار، وبالذات للي أعمارهم كبيرة عندهم ديسك، عندهم آلام ظهر، زيادة بالوزن. فصرنا في نشوف تمارين وأنت قاعد تقدر تعملها وأنت متسطح التخت بتقدر تعملها، بتشد العضلات ومفيدة جدا. قدي كمان هاي ممكن لبعض الأشخاص اللي ما بيحب يطلع على النادي، قد ايه بتنصحي فيها؟ هلا انا بنصح فيها كثير، لانه المهم انك تتحركي، تبلشي بحركه، يعني احسن من انك تكوني قاعده. هي اول حركه. هي اول حركه. لا فعلا هي وعملت نتائج، يعني انا شفتها عند كبار السن بالذات اللي هن ما بيقدروا يروحوا نادي، عندهم مشاكل معينه، فانه اعطاهم الطبيب علاج فيزيائي بالبيت. خلينا نتفق على شيء، انه هو اي ضعف بأي مفصل بأي عظمة بالجسم هو ناتج عن ضعف عضلات. فأنا طالما حركت العضلات ودخلت لها كمية بروتين كويسة فهي عطتني نتيجة حلوة. فأنا فلنفرض ما بتقدر المخلوقة تحرك ظهرها، بعد المعالجات الفيزيائية اللي عم تحرك العضلات عم تحفز العضلات أنها تتحرك، ومع الأكل السليم رح تتحرك بطريقة كتير كويسة. فأنا بشجع على الموضوع، المهم أنه نتحرك، هذا أهم شيء. طيب كوتش، اليوم كتير مننا يعني ونحن بعض منهم اليوم مثلا طبيعة عملك أو الوقت مدة الساعات وبقائك بالعمل، التزاماتك اليوم ما تخليك أنت تلتزمي بالنظام الغذائي الصح تبع التفاح الصباح أو الكاس الحليب أو الفطور الخفيف أو ساعات الغداء الصح؟ يعني اليوم بجوز نحن نقضي النهار كله على وجبة، اليوم هون في ممكن يصير نقص بالفيتامينات، هل اليوم نحن بحاجة لأخذ متممات غذائية إذا ما كنا قادرين اليوم نلتزم بنظام صحي؟ هلا المتممات الغذائية هي كتير أساسية أنا بلاقيها، والمالتي فيتامين دائما لازم يكون معاكي، إن كان كمان سي كرمال يعطيك طاقة ضمن نهارك، إن كان فيتامين دال يلي دائما نحن عنا نقص فيه. بس فكرة وجبة واحدة باليوم هي رح تعملي مشاكل أكثر ما يعني اكثر ما بتتخيليها، لانه جسمي رح يحبس هي الدهون ورح يقول لي انه انا من وين بدي اصرف ثاني يوم. فانا كرمال هذا الموضوع لازم وزع وجبات، اول اسبوع ما رح اتعود اني اجهز وجباتي قبل ما اطلع من البيت، ثاني اسبوع كمان ما رح اتعود، صدقيني بعد شهر رح تتعودي. انا لحد اليوم وين ما رحت وين ما طلعت وجباتي بجزداني ما بقدر اطلع ببلاهم. هلا بناخذ لك اي تماما. لا عن جد بتقدري انك تبلشي تطلعي معاكي وجبه وحده، ان كانت موزه ان كانت وجبه هالقد صغيره ما مشكله، اي سناك خفيف، اي سناك خفيف ممكن انك تاخذيه يحرق لك، لانه انا بدي اتعامل مع جسمي مثل كانه نار، كل ما اعطيته خشب رح يحرق اكثر، بس كميات قليله يعني. اذا ما اعطيته شيء تماما كل ما اعطيته شوي رح يضل عم يحرق، اما اذا ما اعطيته شيء رح ينطفي، ما عاد يحرق لي ولا اي شيء، ورح تضل الدهون موجوده وما رح يصير فيه ولا اي تطور بالجسم. فانا لازم ضل دخل وجبات بكميات قليله وعلى مدار اليوم، يعني فلنفرض كل 3 ساعات وجبة كتير خفيفة، ماني عم أقول إنه وجبة كتير كبيرة تقعدي ما تقدر تقومي من بعدها تعملي ولا أي شيء بنهارك، يعني شيء عن ناعم. أكيد كوتش، كتير سمعنا هلأ عن فائدة نظام الصيام المتقطع، وخصوصاً إنه هو مأخوذ من الصيام اللي أصلاً إحنا بنعرف قد إيه له فوائد للجسم، وبينظف بيعمل مثل ما بيقولوا ديتوكس للجسم. قديش تنصحي وهل تختلف نوعية الرياضة عند الشخص اللي عم يعمل صيام متقطع قطع عن غيره من الأنظمة الغذائية؟ طبعاً لما بكون عم مارس رياضة مجهدة مثل رياضة بناء الأجسام فأنا رح يكون عندي عدد ساعات الصيام. هلأ الصيام المتقطع بشكل عام جيد جداً وكتير أثبت نتائجه، بس أنا لما بكون عم مارس رياضة بناء الأجسام ما رح يكون عندي الساعات الطويلة اللي بتعتمد الصبية اللي قاعدة، لأنه أنا طالما ضليت أكثر من 6 ساعات 8 ساعات بدون أكل وأنا عم مارس رياضة بناء الأجسام رح يصير عندي هدم عضلي، ولاعب بناء الأجسام تحديداً ما بده يصير في هدم عضلي، بده يصير في خسارة دهون أكثر من خسارة عضلات. فهو جدا مهم وجدا مفيد وكثير مهم انه نمرقه ضمن نظامنا الغذائي، بس مو على فترات طويله، دائما لازم الفترات الطويله ياخذها هو النظام المعتدل، هذا بكسر فيه روتين الدايت مثل الكيتو، بكسر فيه روتين الدايت انا ما بضل عليه مده طويله. صحيح.
يعني اليوم معلومات جدا مهمه وشجعتينا اليوم لحد تحمستي سلمى. نعمل نظام غذائي اهم شيء. نبلش اول شيء ناخذ اكلاتها نجرب عجبنا الموضوع بنكمل. اكيد بيعجبكم اكيد. بدنا نشكرك كوتش لحضورك اليوم، وهيك دائما نقول بصحه وسلامه لك حدا مرافقنا. اهلا وسهلا فيك. وانا بتشكركم على استضافتكم. اهلا وسهلا. شكرا لك، بنتمنى الكل يكون استفاد من المعلومات مثل ما نحن استفدنا. شكرا لوجودك.